السلام عليكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. غادي نكملوا في هذه الحلقة على لي فالور دي مود، وبالضبط على البارتيسيب. من بعد ما تكلمنا في الدروس السابقة من هذه السلسلة ديال لي فالور دي مود، من بعد ما تكلمنا على الانديكاتيف، سيبجونكتيف، الكونديسيونيل، الانفينيتيف والامبيراتيف، في هذا الدرس هذا غادي نتكلموا على البارتيسيب وعلى الاستعمالات ديالو. نشوفوا في الحالة الأولى، البارتيسيب peut être employé dans une proposition participiale et avoir un sujet propre. يعني كنستعملوه في واحد بروبوزيسيون بارتيسيبيال، يعني هادي جاية من بارتيسيب نيت، وكيكون عندو واحد السيجي ديالو. نشوفو المثال، لي تخوا كو ايون اوتونتي لا بيس كومونس. كما كتلاحظو باللون الاخضر هادوك دي بارتيسيب، يعني مصرفين في بارتيسيب، في المود بارتيسيب، وعندهم السيجي ديالهم يعني بوحديتهم. هذا المثال الاول. نشوفو الحاله الثانيه، البارتيسيب بوت افوار ان فالور فيربال ميم سون سيجي بروبر. البارتيسيب doit avoir alors le même sujet que le verbe conjugué. يعني هنا البارتيسيب في الحاله الثانيه كتولي عنده واحد القيمه ديال الفيرب، يعني ما كيبقاش مستعمل غير في بروبوزيسيون بارتيسيبيال وما الى غير ذلك، يعني كتولي عنده واحد القيمه ديال واحد الفيرب، وكياخذ لنا الصفه ديال، كياخذ لنا السيجي ديال الفيرب كونجيكي. ونشوفوا المثال التوضيح، عندنا شارمون son auditoire il connaît un grand succès. يعني شارمون هو واحد البارتيسيب بريزون، لان عندنا البارتيسيب كيكون بارتيسيب بريزون بارتيسيب باسي. هنا عندنا شارمون هو بارتيسيب بريزون، وعندنا ما عندوش البيرسون ديالو، ما عندو لا الا جولتي، لانه تا هو لي مود يعني ماشي بيرسونيل، بحالو بحال الامبيراتيف وبحال الانفينيتيف. وكاين لي مود بيرسونيل اللي كيكون عندهم هاد لي بيرسون جو تي ايل وما الى غير ذلك، هادو الانديكاتيف سيبجونكتيف والكونديسيونيل. عندنا كما قلنا هنا ما عندوش، ولذلك كياخذ لنا الصفه ديال، كياخذ لنا السيجي اللي كيكون مع الفيرب كونجيكي. ايل كوني هنا، هنايا عندنا ايل، داك ايل هي اللي تابع شارمون، يعني نفس السيجي ديال شارمون هو اللي كيكون السيجي ديال الفيرب كونجيكي اللي هو كوني، يعني كنلصقو له حتى هو، يعني باش نعرفوه. يعني شارمون راه إل، ما هو جو لا تي، يعني مرتبط بالسيجي اللي كيكون مع الفيرب كونجيكي كما قلنا في القاعدة. وهذه هي الحالة الثانية ديال البارتيسيب والاستعمالات ديالو. وبهذا كنكونو وصلنا نهاية الفيديو، بعد ما تكلمنا على الحالات ديال الاستعمال ديال البارتيسيب، سواء البارتيسيب بريزون او البارتيسيب باسي. وما بقى لي الا نوداكم على امل اللقاء بكم في الدرس القادم ولا في الحلقه القادمه من السلسله، لتكون الحلقه الاخيره اللي نتكلموا فيها على الجيرونديف. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة، واللي مازال ما دارش ابوني يتابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. ومع السلامه.